أعزائي المشاهدين، يشرفنا أن نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي لقاءات مع. هذا البرنامج يجسد آراء وطروحات ضيوفنا الكرام، وليس بالضرورة أن يمثل أو يعكس رأي الفضائية القومية الأشورية. ويسعدنا اليوم أن نلتقي قائد وحدات حماية سهل نينوى NPU العميد المهندس بهنام عبد المسيح من الإقليم. سيادة العميد، نشكرك على هذه المقابلة. أرجو أن تعرف نفسك للسادة المشاهدين الكرام كضابط عسكري في الجيش العراقي. أعني العميد المهندس بهنام عبوش عبد المسيح من أهالي مدينة بغداد قرقوش بالعربية بالسريانية بغداد. أكبر تجمع سرياني كاثوليكي ضمن منطقة سهل نينوى. خريج كلية هندسة جامعة الموصل، ترفعت إلى ردة عميد سنة 1995 كعامل لواء الدفاع الجوي الثالث. نعم. في الوقت الحاضر، نعم، شكلنا وحدات حماية سهل نينوى لكي يشارك مع أبناء شعبنا من كل الاتجاهات والقوميات والأديان في تخليص البلد وتخليص سهل نينوى بالذات، حتى نثبت للعالم ولشعبنا بأنه احنا مو شعب معوق، احنا شعب منحدر من التراث الآشوري اللي كون أول إمبراطورية بالكون. نعم. نعم. سيادة العميد، سمعنا وحدات حماية سهل نينوى NPU تعلن عن فتح أبواب التطوع لأبناء شعبنا للانخراط في صفوفها للدفاع عن أراضينا ومقدساتنا. والله لو تعيد السؤال شوية على البلد احنا. نعم. لو تعيد السؤال بصوت شوية لأنه الصوت ضعيف أشوف. طيب، سمعنا أنكم فتحتوا التطوع يعني لأبناء شعبنا لدفاع عن مقدساتنا وأراضينا. نعم. هل فتح هذا الباب التطوع؟ احنا نعم، احنا فتحنا باب التطوع حتى نكمل وحدات سهل نينوى، لأنه العدد الموجود بالوقت الحاضر المتدرب تدريب جيد، يعني حدود 600 مقاتل. هذا العدد ما يكفي أنه نمسك الملف الأمني بعد التحرير لكل القرى والمدن الصغيرة لسهل نينوى للكون المسيح. فإحنا إذا نريد نكمل العدد حتى يكفي لكل مناطق سهل نينوى، لازم يكون العدد أكثر من هذا العدد، وإن شاء الله راح يصلوا. هسه المتطوعين الجدد اللي رفعناهم للحكومة المركزية 375، البارحة يعني رفعنا أسماء 375 مقاتل جدد، وننتظر موافقة الحكومة المركزية عليهم. ولا زال باب التطوع مفتوح لأبناء شعبنا لكي يشاركوا بالدفاع عن عقيدتهم
يدافعون عن أرضهم وشرفهم ومالهم. نعم. سيادة العميد، أنتوا تحتاجون لمساعدات إن كانت عسكرية أو مالية، من هي الجهة التي تمولكم؟ صوت راح. طيب أعيد السؤال، تسمعني سيادة العميد؟ ألو تسمعني؟ هسه أسمعك. زين هسه أسمعك. زين سيادة العميد، أنتو كوحدات حماية تريدون أسلحة ومال، من الذي يمولكم؟ ما هي المساعدات التي تحتاجونها؟ احنا نحتاج يعني اذا سمع اذا ما تخل يعني السماع، لانه انت بتسالني احنا محتاجين مساعدات ام لا للاسلحه، هذا سؤالك؟ نعم نعم. احنا لي حد قبل 10 ايام يلا استلمنا الدفعه الاولى من الاسلحه الخفيفه من الدوله المركزيه، ولحد قبل دخلنا معركه مع بقية القطاعات من البشمركة في تحرير تلسقف والدفاع عن تلسقف، واحنا ما كنا مستلمين طلقة واحدة من الحكومة المركزية ولا من أي جهة ولا أي، دافعنا عن تلسقف بأسلحتنا الشخصية اللي كنا نمتلكها وبعض المساعدات من الأشخاص اللي أهدونا بعض الأسلحة الخفيفة وال شفت، لكنه الدولة المركزية قبل 10 أيام يلا جهزتنا بالدفعة الأولى وهي 100 بندقية زائدا 7 بجيشي. طيب احنا محتاجين إذا نريد ندافع ونقاتل بصورة جيدة ونكون عنصر فعال لازم يكون عندنا أسلحة متوسطة، لأنه عن المقاتلين مالي من انصابوا بواسطة سيارة مدرعة، والحقيقة مو سيارة مدرعة وإنما شفل مدرع، وأني ما كان عندهم غير بكيشيات وكلاشينكوف، ولهذا انصابوا بدون ما تنصاب السيارة بس أصابوا المشاكل اللي كانوا حول السيارة. لكنه إذا ما يكون عندنا أسلحة متوسطة وقسم من الأجزاء، خلينا نقول على الأقل فد نوع واحد من الأسلحة الثقيلة، ما نقدر احنا بهذه الأسلحة أن نكون عنصر فعال. هذا لا يعني احنا راح نوقف، لا احنا مستمرين وراهم متشبثين احنا، لأنه قبل سنة شكلنا هذا الفوج الأول ومستمرين، صبرنا كثير عانينا كثير، لكن إصرارنا وتمسكنا بأرضنا وبمقدساتنا هو اللي يدافع الأول والأخير، حتى لو نعرف ندافع بأجسادنا عن مناطقنا راح نستمر. طيب سيادة العميد، لازلنا ننتظر من شعبنا، لازلنا ننتظر من شعبنا ومن أهالينا أنه ينظرون لهذه البذرة الخيرة أنه عسى ولعله أي جزء من الثقة لأبناء شعبنا بأنهم هم ناس مو معوقين، إذا سمحت لهم الفرصة لا يقدرون يثبتون نفسهم أمام العالم كله. أستاذ سيادة العميد، طبيعي احنا شعبنا لازم يساعدكم ولازم يساعد ابنائنا، وهناك قضايا كثيره، يعني لما تشترك في حروب تحتاج لسلاح، تحتاج لماء، تحتاج للاكل والشرب والادويه وغيرها، كم هذه المساعدات تاتيكم من الحكومه المركزيه؟ والله احنا مع الاعتذار
يعني أي قطعة سلاح على رفاق واسع ما جبنا، ممكن مبادرات شخصية جتنا كم قطعة سلاح فقط. أما الغذاء إحنا ما محتاجين، أكو متبرعين يجيبون الأكل ونشوف الأكل، بس الصراحة إحنا بالوقت الحاضر محتاجين من شعبنا أن يدعمنا بالسلاح، أن يدعمنا بالآليات، أن يدعمنا بالقوائم اللوجستية اللي تحتاجها الحرب أو تحتاجها المعركة. ما محتاجين مواد غذائية، إحنا ندبر نفسنا، مو بالضرورة أنه إلا ناكل أكل درجة أولى، الضرورة أنه يكون عندنا سلاح حتى ندافع، حتى نقاتل، حتى نحرر، حتى نكون عنصر مشارك فعال. محتاجين أسلحة ومحتاجيها كشيء ضروري جدا 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 لإدامة المعركة. طيب سيادة العميد، أما المواد الغذائية نعم. ماذا عن رواتب المتطوعين حتى يعني يعدهم عوائل؟ رواتب المتطوعين بالوقت نعم، بالوقت الحاضر الحكومة المركزية تدفع بما قدره $400 أو $500,000 لكل مقاتل وافق عليه. يعني هسه احنا نستلم لكل مقاتل $500,000 تجينا من الحكومة المركزية من بغداد، بس هذا المبلغ لا يكفي لسد حاجات الضرورية لعوائل هؤلاء المقاتلين، لأنهم كلهم أصحاب عوائل ومن شعبنا المهجر. نعم. 95% من المقاتلين من شعبنا المهجر. $500,000 ما تكفي، لكنه للضرورة أحكام، وإحنا قابلين بهذا المبلغ لأنه أمامنا هدف أكبر من هذا الشيء، أمامنا هدف كلش كبير، لأنه أن نصل لأراضينا، أن نصل لمدننا، أن نصل لكنائسنا. لازم يعرف شعبنا كله، قبل 2000 سنة دقت أجراس كنائس تهلينا، ما توقفت خلال 2000 سنة الماضية، لكن خلال هذه السنتين توقفت أجراس كنائس تهلينا وشعبنا يتفرج علينا. صح. طبعا أكو شيء قريناه قبل أيام، إنه البرلمان الأمريكي يعني الكونغرس الأمريكي وافق على مساعدات اليزيدية والمسيحيين والشبك وغيرهم ب يعني مثل ما دي يقولون بالأسلحة ومال حتى يحمون نفسهم. شنو رأيك بهالخطوة الذي اتخذها البرلمان الأمريكي؟ يعني هذه خطوة، أنا أعتقد خطوة جيدة بالطريق الصحيح اللي كان لازم تكون قبل سنة أو سنة ونص، أنه كان لازم تصير. وأكيد كان أكو وراء هالخطوة ناس خيرين من شعبنا أو من الناس المتعاطفين مع شعبنا. احنا نبارك هذه الخطوة وننتظر بفارغ الصبر انه تتفعل، هذه تتحول من ورق الى حقائق على الارض. نعم. سيادة العميد، هذه الخطوة مع الاسف اقولها ان البطريرك مارساكو قال إنها غير مباركة. سؤالي لماذا غير مباركة؟ نحن نقتل، نحن نذبح، هذا كثير على شعب يذبح أن يدافع عن نفسه. لماذا غير مبارك؟ لماذا لا يباركونه؟ نحن ندافع عن أنفسنا،
نحن لا نحارب، نحن لسنا بالإرهابيين، نحن شعب مسالم، كل ما نريده هو حماية شعبنا وأراضينا ومقدساتنا، لماذا لا يباركونه؟ يعني أنا صراحة يعني ما أريد أتحدث كثير عن هذا الموضوع، لكنه سوى غصة بالقلب ولهذا راح أحكي. نعم. يعني هل من المنطق والمعقول إحنا نبقى شعب بس يعني يجون ناس تقتلنا وناس تهجرنا وناس تغتصبنا وإحنا ساكتين؟ إحنا ليش سيادة البطريرك ما قال هذا الكلام من كانت الحرب العراقية وأنا بس مدينتي أنقذت 300 شهيد بحرب إحنا ما كان عندنا لا ناقة ولا جمل فيها؟ نعم. لكن هسه أنا ندافع عن ديننا وشرفنا ومالنا وأرضنا، يقول دخل سيادة البطريرك وما يبارك هذه الخطوة، لا عاد يبارك هذول الناس أو رجال الدين أو القسام اللي نهبوا الأموال كندا من القساوسة، ما أريد أسمي من يا طائفة. نعم. وأمام عينه ما كان يروح يحل هذيك المشكلة قبل ما يجي ينصحنا احنا عسكر او احنا ناس مدنيين نعرف شغلنا. ليش ما هو يجي يعلم اطفالنا ويسوي دورات يوصل العقيده ويوصل الاخلاق المسيحيه لكل انسان؟ ليش يتدخل بالقضايا اللي هو ما له علاقه بها؟ يعني هل احنا صرنا مثل ايران ولايه الفقيه؟ انا اعتقد سيادة البطريان مع جزيل الاحترام له، أنا أعتقد هو يريد يكون أنه ولاية الفقيه حده وهو المسؤول الأول والأخير، وإن شاء الله بالمرة القادمة يقول راح يفرض علينا نوع الهريوق اللي راح نتريقه ونوع الغداء اللي راح نتغدى وهكذا، ويبارك يمكن اغتصاب النساء المسيحيات. وما أريد أضيف أكثر من هذا لأنه هذه غصة وألم في قلب كل واحد من سهل نينوى اختصبت أراضيه وأملاكه وطرد من مكانه، ويشوف قضية زحمة بأنه يتحمل الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي بعده، هو ما صار حقيقة. يعني أنا نتمنى يصير حقيقة بفارغ الصبر، بس مع الأسف أن يكون رجال الدين المسؤولين اللي يثقفونا بالاتجاه الصحيح بالعقيدة يتدخلون بالقضايا العسكرية والقضايا المدنية والحياة الاجتماعية والحياة السياسية أكثر مما يروحون يصلحون كنائسهم ويصلحون رجال الدين مالتهم اللي مع الأسف لطمة عار صارت بوجهنا، بأنه يقولون رجال الدين في كندا نهبوا فلوس الكفالات اللي قدموها شعبنا او ناسنا اللي راحوا يهجروا. انا راح اسال سؤال، اكو رجل دين بالعراق ما سفر اهله؟ صح. اذا اكو واحد خلي يقول لي حتى اروح ابوس ايده. صح. اذا اكو رجل دين ما سفر اهله خارج العراق خلي يقول لي هو منو هو حتى اروح ابوس ايده انا. صح سيادة العميد، طبيعي هذه الأشياء مؤلمة، إن حتى كنائسنا يعني دمرت وسلبت وأبناؤنا مثل ما قلت شردت، يعني كل ما نريده هو الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا. إذا لم نكن أقوياء أستاذي العزيز، أكو مسيحيات اغتصبت بس احنا نجتهد نحكي. صح صح، لا صحيح هذا،
ومع الأسف على كل وهو يعرفهم بالأسماء. صح. سيادة العميد، ما الذي تحتاجونه منا نحن في أمريكا أو أوروبا أو أستراليا؟ ما الذي تحتاجونه منا، وما هو نداءكم لأبناء شعبنا؟ والله احنا اللي نحتاج اول مرة انه دعمكم المعنوي، واللي يقدر يدعمنا بالسلاح احنا نكون شاكرين، بس الدعم المعنوي قبل اي دعم اخر، لانه اي انسان يقدر يسوي، بس الدعم بالسلاح اللي ممكن اللي يقدر انه يدعمنا بالسلاح حتى نكمل المسيرة ونكون عنصر بعون الله تفتخر امتنا فيه. يقولون عنا فعلا انتو شباب او اولاد هذول ذولاك الاحفاد العظام. صح. سيادة العميد، هل لديك شيئا اخر تضيفه؟ والله أنا أقول اللي يعني اللي ما يقدر يسوي شيء، هو الكل لازم كل واحد يسوي اللي يقدر عليه، مو بالضرورة إلا أنه يجي قاتل، لا، بس يسوي اللي يقدر عليه حتى يرجع شعبنا ويصير عنده ثقة بنفسه، مو نروح نغرق بالبحار بالطرق. كل واحد اللي يقدر عليه أن يسويه، والما يقدر يسوي خليه يسكت. مع جزيل الاحترام سيدنا البطريرك، وانا احترم اي رجل دين مسيحي واحط تاج على راسي، بس مع الاسف لا يدفع بينا الهبوط اللي سووه السنين الاخيره. خلي يكون عامل مساعد انه يشجعنا على الاقل بكلمه. لا يهبط معنوياتنا، لا يأثر على معنويات شبابنا وبإطار ديني. وأنا أشكركم. سيادة العميد، سؤال أخير. هل لكم مدربين يعني أمريكان أو غيرهم؟ نعم. هل لكم مدربين حماية لوحدات الحماية؟ حماية سهلانو MPU، هل لها مدربين أجانب؟ نعم، سمعت السؤال. أي نعم، أكو عندنا مدربين من الجيش الأمريكي، من القوات الخاصة الأمريكية، يدربون منتسبين. قبل بدأ التدريب قبل شهر 3 أيام بالأسبوع، ويوميا التدريب اللي يقوم به الجيش الامريكي حدود من 2 إلى 3 ساعات، بس مو معناه بقيه النهار احنا نكون مستمرين بالتدريب، بس احنا هذه كانت ايضا خطوه الى الامام شجعت مقاتلينا بحيث نكون في تماس مع احدث التطورات عن التدريب، لانه التدريب ايضا يعني يتطور ووفق الأسلحة ووفق التضاريس ووفق الأجواء ووفق دائما. يعني خطوة كانت أو مبادرة جيدة حققناها مع الجيش الأمريكي، أنه يجزنا مدربين 3 أيام بالأسبوع يومية كل يوم ساعتين. طيب سيادة العميد، أنا أشكرك جزيل الشكر، وإذا أردتم أي شيء فأخبرونا، ونحن على هذه الشاشة سنطلب ما هو مطلبكم وسندافع عنكم، وأنا من هذه الشاشة من هذه القناة الفضائية القومية الآشورية أشكرك جزيل الشكر. يعني أشكرك أستاذ العزيز، وأنا أطلب من قناتكم المحترمة أنه تنقل أمنيات شعبنا اللي يريد
أنه يرجع بأقرب فرصة إلى عرضه وبيته، فتكونون داعمين إلى بالممكن معنويا أولا وبالسلاح. كل واحد يجي إلى يبدأ، احنا ما يعني احنا تمنياتنا أنه يساعدنا معنويا، يشجعنا معنويا، وإذا يقدر أنه يوصلنا سلاح احنا نكون له شاكرين، والله يوفقكم ويبارك جهودكم. والان اي بي الصراحة كانت السباقة جهنا من العام الماضي، وأشكرك. شكرا جزيلا سيادة العميد، أشكرك. أعزائي المشاهدين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، وسنكون معكم في الأسابيع القادمة، وشكرا. مع السلامة.